السلام عليكم أصدقائي، أنا سيزار، برحب فيكم في قناة سيزار ريفيوز. أهلا وسهلا بالجميع. عائلة الأوبو فايند إكس، هاي العائلة بصراحة هي الأفخم، هي الأقوى وأكيد الأغلى من شركة أوبو. بيصنعوا أجهزة كثير فخمة، يعني لما بتمسك الجهاز التصميم بيكون كثير كثير فخم. فهاي أول علامة عندهم ثابتة بصراحة بالفايند إكس. عدا عن ذلك حتشوف أداء عالي، شاشة مرتبة، كاميرات مرتبات. هذا الجهاز وبصلني اللي هو الأوبو فايند إكس 3 برو، بس للأمانة هاي ما راح تكون المراجعة اللي أنا متعود أسويها، المراجعة الكاملة المفصلة اللي أنا متعود أسويها. ليش؟ لأنه هذا الجهاز فقط جلس معي 3-4 أيام، فبالثلاث أربع أيام أخذت فكرة كويسة عنه وجربت أشياء، ولكن بقدرش أحكم الحكم الكامل، ولكن الانطباع كان إيجابي. فأنتوا هون اليوم راح تأخذوا تجربتي بالثلاث أيام، وإن شاء الله تكون يعني معلومات اللي بتأخذوها اليوم هون مناسبة ومفيدة لكم. فخلونا نبلش حبة حبة، هيا بنا. راح أحاول أختصر وأركز على الأشياء اللي أنا ركزت فيها واستخدمتها كثير، ألا وهي الكاميرا. لذلك بالنسبة للتصميم كالعادة التصميم فخم وجميل، ولكن مباشرة بقدر أحكي وبكل صراحة الأوبو فايند إكس 2 برو والأوبو فايند إكس الأول كان عندهم تصاميم أجمل، مع أنه هون متعوب على تصميم. يعني شركة أوبو بتحكي أنه عشان تقدر تطلع هذا الشكل 40 ساعة لحتى قدرت تطلع الصقل هذا الجهاز، التصميم متعوب عليه، ولكن أنا كشخص كفرد هذاك الجهاز عجبني أكثر. ممكن شعور السيراميك بالنسبة لي كان أجمل، ما بعرف. على كل حال الحركة حلوة، موضوع أنه اللون عندي النسخة اللي معاي لون مطفي، هذا إشي برضو حلو، ما في بصمات، ما راح تلم بصمات. سماكة الجهاز ممتازة، انحناءات الشاشة جيدة جدا، مش كثيرة ولا هي قليلة، ففي فخامة وفي مسك صح. طبعا معلومات جانبية بس للي بحب هاي المعلومات، هذا الجهاز عنده معيار الـ IP68 100%، تمام؟ وأيضا يدعم الشحن اللاسلكي، فيعني راح تأخذ إشي بريميوم. هلا نحكي عن الشاشة. الشاشة على الأغلب كلكم راح تحبوا هاي الشاشة، ألوانها جميلة جدا، سطوحها ممتاز جدا. الشاشة AMOLED LTPO، يعني هاي الشاشة بتقدر تعدل المعدل التحديث تبعها اللي هو 120 أصلا الأعلى إشي، وتنزل لحديد 5 هرتز. معنى هذا الكلام حيكون صرف البطارية أفضل، وأنا فعليا بتجربة الأيام القليلة بقدر أحكي أنه تجربة البطارية هون على الأقل أفضل من الفايند إكس 2 برو. الشاشة QHD+، ألوانها رائعة، تحضر محتوى هون عن جد يا أخوان، تجربة أنك تتابع محتوى تختلف من جهاز لجهاز. أنا بجرب جميع أنواع الأجهزة، اللو إند، الميد والهاي إند، لما بتحضر على شاشة زي هيك بيكون صعب ترجع، يعني فاهمين كيف؟ هذا مستوى عالي، مستواها مستوى الاس 21 الترا والايفون 12 برو ماكس. جهاز عن جد عنده شاشة ماخدة اي بلس، وعندها بتدعم مليار لون. انا بالنسبة لي الشاشة عن جد اي بلس، اللي بيحكي اشي ثاني غير هيك بيكون ظلم الشاشة وبكونش منصف ابدا. الاشي الوحيد اللي ممكن اعتبره سلبي انه مذكور في الموقع انه محمي بكورنينج غوريلا جلاس 5، اتوقعت بجهاز من الهاي اند نشوف الستة او فيكتوس زي باقي الاجهزة العالية. ما راح احكي عن نظام التشغيل، بس هو الاندرويد 11 مع الكلر او اس 11.2، الاداء سلس، الاداء سريع، وانا حكيت عن الكلر او اس وكيف انه بتطور، فعليا فعلا بتطور، كل مرة بيضيفوا اضافات حلوة، فتجربة الكلر او اس عمالها بتتحسن كثير يا اخوان. وعلى سيرة الاداء، المعالج سناب دراجون 888، الأداء هون الجهاز يعني حرفياً طيارة، سريع جداً، ما فيش أي هانجينج، لاج، بطء، تعكير مزاج، تعكير الصفو، ما في. استخدامه عالي، نزل برامج اللي بدك إياها، نزل الألعاب اللي بدك إياها وإلعب بكل راحتك. نزلت أنا الببجي، شوفوا الببجي، شركة أوبو عاملة اتفاقية مع ببجي، وهذا الجهاز بس يعني ينتظر حالياً تحديث. هذا الجهاز راح تلعب فيه ببجي بس يوصله التحديث إن شاء الله على 90 هرتز، وهذا اشي كويس. بالعادة احنا نلعب ببجي على 60 هرتز، هيك متعودين، هون راح تلعب على 90 هرتز، فالالعاب هون تجربتها كثير حلوة. لعبت ببجي على اعلى اعدادات هون، فبصراحة الاداء هون ما تقلق فيه بالمرة. بالنسبة للساعات التخزينية ما عنده خيارات كثير، هون الاشكالية، عنده 256، ما عنده خيار 512 مع انه شفناها بالنسخ السابقة، فهذا اشي غريب صراحة. 256 بعض الناس ما بكفيهم،
انا من الناس بيكفيني، بس انا بعرف ناس 256 ما بكفي، بده 512. فلو حطوا دعم لا اس دي كارد بيكون اتوقع حل المشكله هون، لكن هون ما في دعم اس دي كارد، فانا بعتقد انه هون الخيار لو كان اعلى بيكون افضل. نيجي نحكي عن الكاميرات. الكاميرات هي اكثر شيء استخدمته، راح تاخذ تجربه كاميرا ممتازه جدا يا اخوان. فعلا الكاميرات اللي هون متعوبين عليهم كويس كويس. كاميرتين اساسيات العاديه والعريضه كلاهم من 50 ميجا بكسل من حساس سوني الاي ام اكس 766، حساس جديد والاداء راح يعجبك تماما. التصوير يا اخوان راح يعجبكم. ملاحظه واحده بس، قد تشعر ولاني انا شعرت بهذا الموضوع انه بالكاميرا الاساسيه الالوان تشبعها اعلى من يعني الاعتياد، يعني لما تصور صوره وتشوف الصوره صورتها الصوره حلوه، لما حلوه فعلا عينك بتشوفها حلوه، لكن انا بعرف لاني كثير بصور وبشوف الالوان انه لا التشبع شوي زياده، يعني فيها زياده بالتشبع. انا ممكن بفضل الصور الاقرب للطبيعه. الكاميرا العريضه راح تعطيني الوان اقرب للطبيعه، الكاميرا العاديه لا راح تعطيني الوان متشبعه ازود. فهذا بيرجع بسموها البيرسونال بريفرنس، يعني بعض الناس بيحبوا الالوان المتشبعه اكثر بيشوفوها احلى. مزبوط، عشان هيك الشركات بيعملوا هاي الشغله. وبعض الناس بيحب يشوف الصوره زي ما عينه شافتها، وهذا شيء صعب مش سهل ترى ان الكاميرا تؤدي هذا الغرض. ففي كاميرات زي الكاميرا العريضه هون تعطيك هذا الشعور، الكاميرا العاديه بتعطيك شعور الالوان الاكثر ساتوريشن. كلاهما كجوده عالي جدا، الفوكس ممتاز جدا، الدايناميك رينج ممتاز جدا على هدول الكاميرتين. في كاميرا للماكرو بتقدر تصور فيها مايكروسكوب وعليها ضوء. هاي الكاميرا بدك تقرب لحد تتلزق بالاوبجكت تلزيق وتصور. معظم الاحيان ما راح يزبط صوره تعجبك، معظم الاحيان. بعض الاحيان لما بتزبط راح يطلع لك صوره غريبه، يعني عن جد مايكروسكوب. فهاي بدك تضلك تجرب فيها، انا شخصيا بشوفها مش عمليه بالنسبه لي. اما الكاميرتين الاساسيات انا كثير مرتاح معهم، لكن الناس اللي بتحب المغامرات والاشياء الغريبه ضلك جرب فيها، راح يطلع معك صور عن جد غريبه، يعني بتتسلى فيها. بالنسبه للزوم ما في كاميرا زوم هون، هذا شيء غريب، يعني ما فيش زوم في الاوبو فايند اكس. على كل حال بيقدر يعطيك هو 2x زوم او 5x زوم، وكلاهما النتائج مقبوله جيدة جدا. ليش؟ لأنه بيعمل كروب من 50 ميجا بكسل، عندك جودة عالية. بس فعليا ما في كاميرا مخصصة للزوم زي ما شفنا سابقا. بس ما عندي مشكلة، أنا مش كثير بحب الزوم، أنا شخصيا عن جد بفضل يعني 2x 3x تمام، 10x زي مثلا الاس 21 الترا تمام. بس أنا بفضل الكاميرا الأساسية والعريضة يكون أدائها ممتاز، هذا الإشي الأساسي بالنسبة إلي. بالنسبة لك يمكن أنت بتفضل الزوم، إذا أنت بتدور على الزوم هذا الجهاز مش إلك. بالنسبة يا إخوان لوضعية البورت الأوضاع، نحكي شوي عن الأوضاع. إذا بدك تصور بورتري وضعية اللي هي تصوير شخصيات وتشوف العزم من الكاميرا الخلفية راح تأخذ تجربة رائعة جدا. أنا جربت لحالي، جربت قدرت أصور حالي بورتري من الكاميرا الخلفية، ممتعة جدا. الكاميرا الأمامية صورها ممتازة والبورتري تبعها ممتاز جدا، العزل ممتاز جدا، الدايناميك رينج عنده ضعف. فحاول هون، حاول دائما مصدر الضوء ما يضرب في الكاميرا، خلي مصدر الضوء ضاويك انت وصور وخذ تجارب خرافيه. الفيديو لازم افرجيكم الفيديوز عشان نحكم مع بعض، بس مبدئيا بقدر احكي لكم انه تجربه ممتازه وايجابيه بالنسبه للفيديو. شوفوا الفيديوهات. صباح الخير اصدقائي، الله يعطيكم العافيه. اليوم تجربتنا مع الاوبو فايند اكس 3 برو، وتجربه الكاميرا الاماميه خيار واحد فقط موجود وفي عليه تثبيت. اوكي، طبعا انا بمشي واليوم في حظر تجول، بس مضطر لانه فيش وقت كثير معي الجهاز، ما معي وقت كثير يعني اخذ راحتي بالوقت واصور، فلذلك هحاول اصور قدر المستطاع ان شاء الله. بس تبعد عن السيارات، توقعت اليوم عشان الحظر ما فيش سيارات، طلع في سيارات. على كل حال انا هيك مفعل التثبيت وبس. شكرا جزيلا، شوف الاشياء الثانيه. الفيديو الاول من الكاميرا الخلفيه فول اتش دي 30 فريم لكل ثانيه. طبعا انا حاليا بصور عريض، هذا اللي انتم شايفينه هو التصوير العريض. فهل تتوقعوا التصوير العريض بيكون فيه ستيبلايزيشن ولا لا؟ حيبين معنا اكيد. وانت بتصور عريض مو مباشره ممكن تنتقل لل1 اكس من نفس المكان، فهذا اشي حلو، فيش داعي اوقف تصوير ومن ثم ارجع اختار مثلا 1x او حتى
2x او حتى 5x. زي ما قلت لكم انا موضوع الزوم في التصوير لا افضل، يعني بفضل عريض او بفضل 1x، هذا خياري بالتصوير. شكرا جزيلا. في زر اللي هو التثبيت، اذا فعلته بتحول التصوير ل فل اتش دي 60 فريم لكل ثانية. فزي ما انتم شايفين حاليا تثبيت مع فل اتش دي 60 فريم، هذا اشي كويس. ليش؟ بالعادة التصوير على فل اتش دي 30 فريم بيكون يعني ستيبلايزد بطريقة ما، السوفت وير بيهندل هذا الموضوع، لكن لما بنطلع لل 60 فريم بلش امور شوي تخرب. لكن هون مثبتين التثبيت على 60 فريم، هذا اشي كويس صح. هاي الشمس عشان تشوفوا الشمس والدايناميك رينج. احنا ماشيين طبعا، المفروض انا ما امشيش، بس يعني حوالين البيت عمالي بمشي لحتى اقدر اصور اشي مختلف عن البيت، يعني عشان ما يكونش ممل للتصوير. شكرا جزيلا. هذا رجعت اصور فل اتش دي 30 فريم، بس فعلت اشي اسمه الاي اي او الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي حتشوفوا فيه الوان مفروض افضل ان شاء الله. خلص بكفي. حاليا 4K 30 فريم لكل ثانية، طبعا هون في ايضا 4K 60 فريم لكل ثانية. الوان الشاشة كثير حلوة بصراحة. لو بدنا نحكي عن الشاشة خلينا نغير اليوم طريق، بدي اختار مكان اخر غير الاماكن اللي بروحها بالعادة. جو لطيف اليوم جدا جدا. Alright guys، تعالوا نشوف ال 60 فريم كيف بيعمل. نقطة بدي اذكرها مهمة، انه اوبو عاملين انه حتى لما بتصور فول اتش دي او 4K 30 فريم او 60 فريم، انت بتقدر تتنقل بين العدسات العريضة والعادية والزوم. هاي نقطة كثير قوية بصراحة. شو بضل نشوف من الفيديو بهمكم، يعني بعد الميزات الإضافية هاي، تثبيت الألوان والصوت. أنا من الشاشة هون قبل أروح الكمبيوتر بقدر أحكي لكم إنه في إشي كثير حلو. آخر شغلة إنه على 60 فريم، أنا 4K 60 فريم مش راح تقدر تصور عريض. بس فيديو الدول فيو، تشوفوا أنا إيش شايف وتشوفوني على السيم تايم. دائما حلوة الفكرة هي. طبعا على قسم الكاميرا الثانية بتقدر تعمل زوم وما إلى ذلك، ترجع 1x. أمورك طيب إن شاء الله. أوكي، أعتقد عندنا هسه بالساحة أجهزة كثير متنافسة، الأوبو فايند إكس 3 برو، الأس 21 ألترا، الآيفون 12 برو ماكس. بالفيديو عندنا تجارب فيديو حلوة هون، بصراحة التجربة كانت إيجابية. بدي أسمع رأيكم بصراحة بعد ما شفت الفيديو، إيش رأيكم باللي شفتوه وبالأنواع الفيديوهات اللي شفتوها؟ اكتبوا لي في التعليقات لو سمحتوا تحت. آخر شيء، البطارية اللي 4500 ملي أمبير مع الشحن السريع الخرافي 65 واط، 3 أيام. ما بقدر أحكي تجربة كاملة، بقدر اعطي انطباع ايجابي انها افضل من السابق، الاوبو فايند اكس السابق. نعم اكثر شيء ما بقدرش احكي لانه ما كفى الوقت. السعر على الاغلب حيكون 1200 دولار. فهل انت بيعجبك هيك اجهزه؟ في لون في الصين لون ابيض، اعتقد هو اجمل جهاز بالنسبه لي من ناحيه لون. شو رايكم بهاي التجربه الشخصيه لهذا الجهاز؟ هي مش مراجعه كامله بذكر، ولكن تجربه شخصيه. اتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. يعطيكم ألف عافية، لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. بشوفكم في فيديو قادم، إلى اللقاء.